بينما التحفيز الداخلي هو الذي يأتي من داخل النفس. يعني نحن اليوم اللي ينقصنا واللي ممكن يعني موجود معنا بقلة هو مسألة التحفيز الداخلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة استحضار النية في أي عمل تقوم فيه. وهناك قصة رمزية بهذا المعنى، يعني يروى بأن كان هناك ملك يأتي في كل سنة مرة إلى نبع ماء، وكان معه قارورة، وفي القارورة سائل عجيب، فيأتي هذا الملك فيصب هذا السائل العجيب الموجود في القارورة في النبع، بحيث أن أول شخص يرمي بنفسه في النبع يشفى شفاء تاما. فيوم من الأيام جاء رجل غريب إلى القرية، ووجد رجل جالس على حافة النبع وقد دلى برجليه إلى الأسفل، يمين شمال يمين شمال. فسأله: ما الذي تفعله هنا؟ قال: لقد سمعت بأن ملك يأتي كل سنة مرة ومعه قارورة، وفي القارورة سائل عجيب، بحيث أنه إذا صب هذا السائل في النهر أو في النبع فإن أول شخص يرمي بنفسه في النبع يشفى شفاء تاما. قال: سبحان الله، كم صار لك جالس على حافة النبع؟ قال: 36 سنة. قال: ليش؟ قال: لم أجد أحد يدفعني من الخلف. ها؟ هذا اللي نسميه التحفيز الخارج الداخلي، ينتظر حد خارجي يحفزه يعني عشان يطيح في النهر. فنحن عندنا هذه الإسقاطات اللي دائما نستخدمها في حياتنا، والله ما ساعدني الوالد، الوالدة ما ساعدتني، المدير ما ساعدني، الحكومة ما ساعدتني، وهكذا. وهذه طبعا لن تسمن ولا تغني من جوع. فنحن نحتاج، يعني ابن القيم في كتابه يقول أيضا عبارة جميلة، يقول: همة الكساح دلته في جب العذرة. من هو الكساح؟ الكساح الله يكرمنا وإياكم هو الشخص اللي يقتات على القاذورات، على أوساخ الناس. يعني زمان ما كان عندهم بلدية مسقط ولا بلدية سيب ولا ها، فهناك كان شخص يدعى الكساح، فكان ترمى إليه القاذورات. فيقول: همة الكساح دلته في جب العذرة. جب العذرة هو المكان الذي ترمى فيه القاذورات والأوساخ. فيقول هذا لأن همته ضعيفة فصار يقتات على هذه الأشياء، لكن لو كانت همته عالية ما كان بيجلس في هذا المكان. ولذلك أيضا هناك عبارة تقول: همك ما أهمك. همك ما أهمك، فاللي همته عن معالي الأمور يعني وللأمور العالية أكيد بيوصلها، لكن الأمور اللي همته ضعيفة لن يصل إلى هذه الأمور.